بسم الله. اليوم نتعلم انه مرات بنيجي على لو بدنا نعرض عرض باوربوينت نلاقي الخطوط اختلفت. كنا مصممين على خط معين نجد ان الخط اختلف، الخطوط اختلفت، كيف نضيف هذه الخطوط إذا كانت موجودة؟ نقوم بنسخها، وبنفتح الكنترول بانل اللي هي لوحة التحكم. نبحث عن خطوط او فونت بالانجليزي، بتظهر لنا كل الخطوط الموجودة على الجهاز. بقوم بنسخ الخطوط الموجودة عندي على الباوربوينت. بأغلق وهم بأرجع، الآن بنروح على الباوربوينت نفتحه من جديد. بنجد انه الخط اللي وضعناه الآن نزل على الباوربوينت وصار خطوط اتنوعت وتشكلت. وهيك بنكون غيرنا ورتبنا الخط.